السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة أخوات في كل مكان في كل زمان. أحد المحاضرات الغريبة اللي أنا قلتها في أحد أيام الجمعة في 2012 في القاهرة في نقابة المهن الطبية، كانت محاضرة اللوفة. كان في ورشة عمل معمولة في المكان ده، كنت بصلي الجمعة أنا وأحد زملائي اللي هو الأستاذ طارق عفيفي في مسجد رابعة العدوية. وبعد ما خرجنا من الصلاة قلت له تعالى معايا المحاضرة، وكان هو مرتب نفسه عشان يجي معايا المحاضرة. قمت اشتريت لوفة، لقيت واحد بيبيع لوف بره قدام الجامع، فاشتريت اللوفة لوفتين وخدتهم معايا. قال لي جايب اللوف ده ليه؟ قلت له استنى. وصلنا المكان وكان في مدينة نصر اللي هو اتحاد اللي هو نقابة المهن الطبية. وصلنا المكان هناك، دخلت هناك حيوني اللي هو المنظمين على المكان، فاخدت البتاعه اللي بيلبسوها على رقبتهم اللي فيها الاسم والعنوان والاسم المحاضر، وكان فيها زي دبوس كده، هو حطيت اللوفه فيه وفقط. وقعدت قاعد على المنصه في المحاضره والناس مش عارفه ايه ده، ده مين ده اللي جاي وحاطط اللي هو اللوفه على صدره دي. قمت عشان اقول المحاضره بتاعتي، وقعدت اتحدث في المحاضره عن المجتمع المدني وخصائصه وكذا وكذا وكذا، وكل الناس مش سامعيني بس بصين اللوفة اللي حوالين رقبتي وده بتتهز يمين وشمال دي كلها. ما رضيتش اكلمهم عن اللوفة على الاطلاق الى ان انتهيت من الكلام اللي انا بتكلم فيه. والكلام ده كان فيه ايه يعني، اخد ساعة وساعة ونص كده، والناس مركزة على اللوفة مش وعايزين اتكلم عن اللوفة. في الاخر سألتهم انا لابس اللوفة دي ليه؟ اللي قال لي انت ما استحمتش النهاردة، واللي قال لي انت عندك جرب، واللي قال لي عشان مش عارف عندك حكة في قفاك، واللي قال لي مش اسباب كتيره جدا 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 جدا. لكن الهدف من لبس اللوفه دي في محاضره عن المجتمع المدني كانت رساله واضحه 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 في الاخلاقيات بتاعتنا، اللي هي ايه؟ اللي هي اللوفه هو جزء من المكونات المجتمعيه المهمه داخل المجتمع، لا يهمل. كما ان النحله لا تهمل. ها؟ كما ان النمل يعني وغيره هكذا لا يهمله. كما أن بعض الطيور والحيوانات والنباتات وكلها لا تهمل، كما أن المياه لا تهمل. فالذي يعمل في المجتمع المدني يعمل برؤية شاملة كاملة لكي يكون خادما لكل هذه الكائنات والخلائق. فاللوفة احنا محتاجينها، صح ولا غلط؟ واحنا محتاجين الكلاب ومحتاجين القطط ومحتاجين الأشكار ومحتاجين الطرق ومحتاجين العصافير ومحتاجين النحل ومحتاجين الضفادع. كل هذه الأشياء هي مكونات لابد أن نحافظ عليها من أجل نجاح مسيرتنا الإنسانية في أي مجتمع نعيش فيه. فاللوفة كانت مكون مجتمعي بسيط لابد ألا نهمله، مكون مجتمعي بسيط لابد ألا نهمله. فالعامل منا لابد أن يكون حصيف وواضح وعنده حكمة في أن يتعامل مع كل مكون صغير يحتاجه المجتمع ولو كان بسيط ولا يهمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.